السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سيول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة في موقع مميز بتطل عندي على نص الشارعين بجوار الشارع العمومي وعماير ضباط القوات المسلحة. للبيع عندي بالتقسيط مريح، تسهيلات والسداد والسلام فوري وقت التعاقد. شفنا بعض واجهة العمارة، قصادنا هنا موجود عندي المدخل، بوابة عندي ومدخل ممتاز، وأسانسير عندي هنا وحارس خاص العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شايتنا اللي فيها العرض بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، المطبخ عندي هنا من الداخل، على شمالنا هنا موجود عندي ريسبشن كبير ما شاء الله عندي ومربع ومتشطب كمان كويس جدا، تشطيب جبسون بورد، ديكورات عندي ممتازة جدا سي ان سي. موجود عندي خلفيات ممتازة جدا من الثري دي، على شمالنا هنا موجود عندي الحمام، ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله. بندخل نوصل بعض عندي على غرف النمر، قصادنا هنا موجود عندي أول غرفة نوم، متشطبة عندي برضو كويس جدا ما شاء الله، تشطيب جبسون بورد. الغرفة عندي هنا ليها جيب بلكونة بتبص عندي على الشارع، جنب منها وشاطة موجودة عندي الغرفة التانية، متشطة برضه عندي ما شاء الله كويس جدا، تشطيب جبسون بورد. الغرفة دي عندي برضه هنا بتبص على الشارع. موقع مميز جدا بجوار عماير الضباط والشارع العمومي، وعلى بعد 10 دقايق بالظبط ماشي للبحر. الموقع ما شاء الله عندي مميز جدا، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. روت المطبخ عندي هنا من الأمام، بنطلع نبص بعض عندي على البلكونة نشوف رؤية الشارع. ما شاء الله تبارك الله، عندي هنا تراس رائع وممتاز جدا ما شاء الله، بلكونة عندي مساحتها كبيرة، وتبص عندي هنا على نص الشارعين. على الامتداد ده موجود عندي هنا البحر، شاهدنا طبعا على البحر ب10 دقايق ماشي تقريبا. على الامتداد ده موجود عندي
الشعر العمومي وعماير ضباط القوات المسلحة والنادي الملكي وحماية السباحة. الموقع ما شاء الله زي ما قلنا مميز جدا، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. حلوة الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، وحلوة المطبخ من الأمام، وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سولار كارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الرابع علوي رابع طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشاليتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للتعاون البناء والإسكان والتعمير، وكاملة الإعدادات كهرباء ومية زي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر بالتقسيط مريح 650,000 جنيه، بندفع مقدم النص تعاقد والسلام فوري، والباب يكون على 12 شهر، والدفع عندنا 4 سنوات كل 3 شهور. السعر بالدولار 12,000 دولار. ما شاء الله عدنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.